هي كلمتين ثلاثة كده هتختصر الموضوع ده، وبعد كده نتكلم في اتفضل أي كده، تفاصيل فيها. اتفضل. يعني أنا شخص أحمد ربي سبحانه وتعالى إن أنا محظوظ جدا إن أنا بدايتي في اللعب في النادي الأهلي لعبت مع مجموعة كنت أنظر لهم على إن هم أساطير، ومش من الممكن أو من السهل إن أنا أكون واحد معاهم. تعلمت منهم ولعبت معاهم لعيبة كبار جدا، صالح سليم، رفعت فناجيلي، طارق سليم، عبد الوهاب سليم، جوهري، عزت ابو الروس، كابتن شربيني، الشربيني، اسماء كثيره جدا، طبعا طبعا رضا طلع عبد الحميد ورضا عبد الحميد، مجموعه كبيره جدا، شريف الجندي، انا كابتن يعني مش عادل عايز هيكل انسى رحمة الله عادل عليه، هيكل طبعا، طبعا وعادل هيكل كابتن عبد الجليل، حتة ومروان كنفاني مروان وعبد الجليل كنفاني. حميده والروبي، اربع تجوال كانوا ادي موجودين الصورة دي معانا. يا كابتن طه كده، النجوم اللي انت دي لعبت معاها. اعتقد كان في مباراه بنفيكا، لان فيها بدأ فتاح جنب طلعت، ايوه في التاني واحد من على ايوه، اليمين فوق. وفيها محمد بدوي جنب رفعت فناجيلي هنا، دول لعبوا معانا في هذه المباراه، مباراه بنفيكا. بنفيكا كان كسبان بطل اوروبا. بطوله اوروبا سنتين، وكسبان من ريال مدريد، ولما جه لعبنا احنا فزنا في هذه المباراه 3-2، وطبعا كان اعجاز. واذكر حدوته صغيره جدا، كان في لعيب اسمه ايزيبيو. زيبيو، ما انا هتكلم عليه. فاذكر ان المرحوم نجيب المستكاوي او جريده الاهرام رسموا جول وعليه عداد، يعني هيعد عليه هيشوطوا فينا هيجيب في جوال على قد الهيكل يعني. فطبعا بعد المباراه قدم اعتذار لعادل هيكل، لان عادل هيكل صد عمل مباراة تصويبات عمره رائعه الله من يرحمه كابتن ايزيبيو. عادل. طبعا ايزيبيو طبعا ده كان هداف كاس العالم سنه 66، ومن احسن من انجبت البرتغال. لو حطيته في مستوى من اللاعبين الحاليين بتوع العالم كله، تحطه في مستوى مين يا كابتن؟ والله يعني انا نقول ميسي، كريستيانو، محمد صلاح، في نجوم كتيره جدا موجوده على الساحه. يعني هو يعني زي كريستيانو، بس هو كان له طابع في اللعب مختلف شويه، هو كان دريبلر كويس ورجليه الاثنين وجسمه دانات ما شاء الله كمان. دانات، وكان جسمه قوي جدا. واعتقد في هدافين دلوقتي بقى محمد صلاح طبعا نجمنا لازم نشيد بيه واداؤه العظيم هنتكلم جدا، كل الكلام ده يعني هنتكلم على عليه. الماشي يعني هنتكلم بالتفصيل. فعادل هيكل صد تصويبات كثيره جدا، وانا كان ليا يعني حظ في ان الجول الاول اللي جبناه كان بدأ فتح لعب لي الكوره ثرو كده. هنجيبه دلوقتي للساده المشاهدين طبعا. المهم جبت الجول الثالث كمان، يعني الجول الاولاني ده اشتركت فيه، بس هو بدأ اللي لعب التمريره وانا نطيت من اجريت كده جول معايا وراحت. والجول الثالث اللي هو كسبنا بيه جبته، اللي هي جت لي الكوره ورقصت وشطها جت في القايم انت من عند ودخلت اليمين وكسر بيها بالظبط. وحطيتها بالشمال. فده من المباريات المذكوره للنادي الاهلي، وهو فوز على بنفيكا. الاهلي لعب بنفيكا بعد كده اعتقد وكسب تاني في العصر الحديث يعني، انما دي نعم في العصر القديم شويه.